فكره ان الثقافه تبتدي تتغير. انتوا عارفين لو بتابعونا باستمرار احنا دايما بنهتم بان احنا نتكلم عن الحاجات الايجابيه بشكل عام، عشان كده هتكون بدايتنا مع حضراتكم في حلقه النهارده عن حاجه مهمه جدا لفتت انظار الكثير من الناس في شوارع القاهره، وهي مبادره اسمها جمل مدينتك. يعني العنوان شارح نفسه، هدفها طبعا الحفاظ على قيم الجمال والنظافه وفكره المشاركه المجتمعيه، فكره ان الناس تشارك في تجميل وفي تنظيف المدينه اللي هم شخصيا عايشين فيها، فكره ان احنا نبقى عايشين في حته كلنا مبسوطين واحنا ماشيين في شوارعها، كلنا مستفيدين ومستمتعين صح. بالنظافه وبالفيو اللطيف، دي حاجه في مصلحه الكل. المبادره دي بالمناسبه ابتدت من يومين ومستمره لحد الخامس من شهر ابريل، بيشارك فيها تقريبا 1000 شاب وفتاه كلهم من المتطوعين، عملوا حاله رائعه في الاحياء اللي اشتغلوا فيها زي حي عابدين مثلا اللي ابتدوا ينظفوا فيه ويجملوا فيه الارصفه والشوارع، وظهروا في المشهد ده يعني بشكل منظم جدا، وكل واحد فيهم كان عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، واللي بيعمله ده شيء مفيد ليه وللناس اللي حواليه كلهم. مهم جدا اننا نعلم اولادنا القيم اللي من النوع ده، قيم الجمال والنظافة والمشاركة والعمل التطوعي كمان. كلام يعني مش هعرف اضيف عليه كتير كريم فعلا، بس خلينا بس ننوه هنا ان المبادره دي يعني بتقام تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه محافظه القاهره، وزي ما كريم وضح كده ان احنا نعيش في بيئه نظيفه دي حاجه اكيد بتنعكس برده على نفسيتنا بشكل ايجابي جدا. احنا دايما بنسمع يا جماعه احنا شوارعنا مش نظيفه، يا جماعه احنا عايزين شوارع زي شوارع اوروبا، يا جماعه احنا ليه المنظر ده والصوره دي عندنا. ما هو المنظر ده والصوره دي عندنا برده احنا يعني شق كبير بيقع احنا سبب في كده. يعني حضرتك بتشوف، خلينا نتكلم بصراحه، الفكره ما لهاش علاقه بمستوى ثقافي او اجتماعي او تعليمي، انت بتشوف ناس مستويات مختلفه جدا، عربيات فارهه جدا، وناس في ماشي حتى على رجليها، ده ممكن يرمي في الارض وده ممكن يرمي في الارض. فالموضوع ملوش علاقه بمستواك المادي على قد ما ليه علاقه ب يعني تربيتك، انت بتشوف اصلا ده بيحصل من اهلك فانت بتطلع كده. فحاجه بقت يعني اعتقد حلو جدا ان احنا دلوقتي نبتدي نغير برده الثقافة والوعي ده. يا جماعة في الأول وفي الآخر ده الشارع بتاعنا، يعني ده الشارع اللي احنا بنمشي فيه، لو احنا فضلنا نرمي في الأرض وما همناش نقول هيجي حد يلم ورانا برضو ما هياش ثقافة. يعني دور الحي ينظف وغيره والمحافظة، بس يعني مش معنى كده ان حضرتك تاخده ان هو مستباح انك ترمي فيه اي حاجة. فشيء انا بشوفه ايجابي جدا، بس انا بقى ممكن اضيف شق حتة قانونية اللي عندي بقى. أيوة روح المحاماة. أيوة. انا بتمنى يكون في غرامة وتفعل على اللي بيرمي قمامة في الشارع، ساعتها صدقني هيبقى فيه التزام غالبا فعلا في غرامة، في بس لا تطبق. يبقى هي بقى فكرة تفعل دي اللي محتاجة تفعل. تفعيل بعض القوانين كمان. احنا صحيح. عندنا قوانين كتيرة موجودة ورائعة جدا، زي مثلا منع التدخين في الاماكن المغلقة، ده قانون موجود ولكن الى حد كبير لا يفعل. فاحنا عايزين القوانين بتاعتنا تفعل وتكون كمان العقوبة فيها رادعة، اعتقد بعد كده فعلا مش هيبقى في موضوع بقى رفاهيه ان انت نعتمد على اخلاقك او تربيتك. في قانون، في حاجه بتتم على ارض الواقع، وفي عقاب. فنتمنى وساعتها الاخلاق هتتحسن. صدقني فعلا هنفكر الف مره قبل ما بعدين. وانت بتقولي ان احنا اللي بنعمل ده بنفسنا، انا ابتسمت قوي لان اللي انت بتقوليه ده بيعبر عن مقوله او جمله من اعمالكم سلط عليكم. احنا اللي فعلا بنعمل ده بنفسنا وبنرجع نشتكي. ده اللي بيشتكي ده مين؟ ده اللي عنده وعي ومتأفف قوي. ده في ناس ما عندهاش مشكله اصلا في اللي حاصل ده، في ناس لو حصل العكس تندهش، انت متخيله؟ فاحنا فعلا لازم نغير ثقافه الفئه دي من المواطنين. طيب طبعا يعني اللي بيتقال ده معناه ايه؟ معناها ان الدوله الحقيقه وبشكل مباشر بتعتمد بشكل اساسي على الشباب، وهدفها ان هي تعد جيل عنده الوعي وعنده المعرفه بكافه المسؤوليات الملقاه على عاتقه، ودي رؤيه طموحه جدا الحقيقه من الدوله في مجال بناء الانسان اللي هو يعني موجود دايما كرأس أولويات الدولة المصرية بشكل مستمر. دي حاجة دايما بنلاحظها ودايما بناخد بالنا من أحاديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دايما بيتكلم عنه ودايما بنشوف الكلام ده بيترجم في صورة سياسة عامة للدولة لتعزيز فرص الشباب في المشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفي رفع قيم الانتماء والحس الوطني عندهم. ده بطبيعة الحال يعني بيسهم في تمكين جيل من الشباب عنده الرغبة فعلا في أنه يشارك ويحقق التنمية ويشارك بالمعنى الحرفي في بناء الوطن.